في عالم مليان بالتحديات والصعوبات، العزم والإصرار هم أداة النجاة والنجاح. من حوالي سنة خطرت على بالي كده أفكار إني أركز على الكتب اللي بتتكلم عن شخصيات وحكايات، سواء كانت قصة نجاح أو فشل أو غموض، وبناء عليه أنشأت سلسلة جديدة على القناة اسمها أصل الحكاية. فأصبحت تقريباً 3/4 فيديوهات القناة داخل السلسلة دي، وفي المقابل بعدت بشكل ملحوظ جدا عن كتب تطوير الذات اللي هي اصلا بشكل كبير محل اهتمامي وتركيزي. لما بدأت كده اربط الاحداث ببعضها استوعبت ان الموضوع كله اساسه النية، واللي هي اصلا موضوعنا النهاردة. لكن يا ترى ايه هي النية؟ وهل فعلا لو استخدمتها اقدر احدد واغير مسار حياتي؟ وإزاي ممكن أستخدمها صح؟ معاكم سميرة عبد الغني، ودي قناة تقرأ الكتابة. لما يكون عندك هدف أو قصد تصاحبه بالفعل والعزم، أنت كده عرفت يعني إيه النية. لو كل أحلامك وأهدافك استمرت على إنها مجرد فكرة في عقلك، فأنت لسه ما وصلتش لتفعيل النية جوه قلبك. لكن على الجانب التاني، أنا دلوقتي خطرت على بالي فكرة، رحت نقلتها في وقتها لهدف أو قصد وقوتها بالعزم والحركة. أنا هنا حولت الفكرة لواقع في حياتي. تخيل كده معايا قبل ما نام حضرت كل الأفكار الجهنمية اللي بتحضر لنا وقت النوم بالذات، وقلت كده لنفسي يا سلام لو ذاكرت لولادي بكرة ونظمت الشقة وقرأت وخلصت شغلي وسيل بقى من الأفكار الجميلة اللي بتيجي وقت النوم، حرفياً أنا هصحى تاني يوم ولا هعمل حاجة من اللي أنا قلت عليها، لأن الموضوع اقتصر على مجرد شوية أفكار متلخبطة في عقلي ما خدتش أي شكل تاني. نفس الأفكار الجميلة دي لو خدت شكل تاني زي أني بإذن الله هصحى وقت الفجر هصلي وهبتدي أقعد وقت الروقان، طبعا كل ده وأنا ظابطة المنبه، يعني مش مجرد كلام وخلاص، أقعد أقرأ وبعد كده أخلص الشغل اللي ورايا، يبتدوا الولاد يصحوا هنا نبتدي نفطر نبتدي نذاكر شوية، وبعد كده أبتدي تنظيم بيتي وأكمل بقية الحاجات اللي أنا عايزة أعملها. هنا الموضوع خد شكل هدف منظم أكتر ومتحدد له مواعيد أكتر، فأنا بدأت أحول مجرد أفكار مشتتة في عقلي لواقع. وهنا أنت وصلت لتحديد مفهوم النية اللي هو هدف منظم بتبتدي تربطه بالعزم وبالحركة وبالتنفيذ، فانت فعلت النية، حولت الفكرة لواقع في حياتك. وين داير في كتابه The Power of Intention، قوة النية، بيوضح لنا ان فهم قوة العزيمة هو بداية التغيير في حياتنا. كل الناس حرفيا عندها ذكاء وان كان بشكل مختلف، لكن مش كل الناس بتقدر تجمع ما بين القصد وما بين العزم، وهو ده اللي بيفرق نجاح شخص عن شخص تاني. احنا ليه بنقول ان افكارك سواء كانت ايجابية او سلبية بتأثر عليك وبتحدد شكل حياتك؟ وده بكل بساطة لانها حرفيا بتتملكك كليا، عواطفك، افكارك، ردود افعالك، ويمكن حتى حواسك. لما بتكون مركز في مجال معين زي مجال البرمجة مثلا، اي فيديو، اي كتاب، اي بوست، اي اعلان هيمر قدامك هتلاحظه بكل سهولة. ونفس الحكاية لما تكون مركز مع أفكار زي الاكتئاب والحزن وكل الأفكار السلبية دي، هتلاقي برضو إنك بتلاحظ كل صورة، كل أغنية، كل موقف حزين بيمر قدامك هتلاحظه وهتحس بيه قوي، وده لأنك مركز كل كيانك مع الجانب ده، فأنت هنا بتلاحظه بكل سهولة من غير ما تبذل حتى مجهود. باهتمامنا بالشيء والتركيز عليه، جسمنا وعقلنا كأنه بيعلن انه مستعد ومستجيب لأي حاجة هتظهر له ليها علاقة بالجانب ده. انت اظهرت الرغبة والاستعداد للشيء ايا كان هيفيدك او هيضرك. عقد النية هنا مع وجود الإصرار والعزم والإرادة هيمهد ليك الطريق وهيخلق قدامك الفرص والأشخاص والظروف اللي هتتمهد قدامك بحيث إنك توصل للطريق اللي انت بنفسك اخترته. معنى كده إني عشان أقدر أفعل النية في حياتي محتاج لهدف، لكن الهدف ده ليه شروطه،
وأهم شرط بالنسبة له إنه يكون هدف واضح ومتقسم لأهداف صغيرة. طب يا ترى ليه؟ عشان تقدر تاخد خطوات، وهي دي العزم والإرادة اللي هتساعدك تفضل متحمس طول الوقت وتفضل كده متشجع ومش محتاج تحفيز خارجي. طيب الهدف ده أكيد في عادات وتصرفات في حياتي ما بقتش مناسبة، أبتدي هنا أتخلى عنها وعن كل شيء أصبح بيشل حركة الهدف اللي أنا خططت ليه. وهنا هتواجه طبعا مخاوف ومشاعر مختلطة جدا، وهو ده العادي، وخليك متعود على كده لأنك بتخرج من حالة الأنتخة أو الكومفورت زون. هتقابل كمان مشتتات، اللي هيساعدك في تجاوزها هو اتصالك وتركيزك مع هدفك بشكل مباشر وخطواتك اللي هتوصلك للنتيجة اللي انت منتظرها. مهم جدا انك تفضل في اتصال مع هدفك. شجع نفسك بكل انجاز صغير وبسيط بتعمله عشان تقدر تستمر، وده هيعزز جدا ثقتك بنفسك. ركز كمان على اللي انت عايزه مش على اللي انت مش عايزه. يعني مثال بسيط جدا، انا مش عايز اصحى متأخر. الاحسن من الكلمة دي انك تقول انا هصحى الساعة 5:30 6 على حسب وقتك وعلى حسب ظروفك، ده هيساعدك على الانضباط اكتر. نقدر نقول هنا ان كل دي اساليب بيشاركنا بيها الكاتب لتطوير العزيمة وتغيير انماط التفكير السلبية. نفهم من كده ان اكتر حاجة بتشكل عائق في طريق نجاحنا هي الانا، لو سمحت لها انها تحدد مسار حياتك. في سورة يوسف بتقول الآية الكريمة: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. كل ما تسيب دفة القيادة لرغبات وملذات الذات، هتلاقي كل الكسل، كل التفكير في أي حاجة ممكن تعطلك. مع الوقت هتلاقي نفسك شوية بشوية بتحيد تماما عن الهدف اللي انت أصلا عايزه. لكن مع ضعف سيطرة الأنا هتلاقي إن طاقتك بتزيد وبتقوى عزيمتك، بمعنى انك هتكون متصل اكتر بالعزيمة، محدد، منفتح اكتر للنجاح، بتبعد اي فكرة ممكن تشكل عائق في طريقك، وبتركز اكتر على الافكار اللي هتساعدك واللي هتعينك في الطريق اللي انت اخترته. بمعنى ان رافض اي فكرة استحالة حدوثها، اصاحب الناس اللي بتقوي عزيمتي، واي شخص بيعمل عكس كده اتجاهله تماما وكأنه مش موجود اصلا، لانه بكل بساطة بيسرق من طاقتي وعزيمتي. بكده هكون شاركتكم أغلب أفكار كتاب قوة النية. هكون سعيدة جدا لو استفدتوا من الفيديو وشاركتوه مع غيركم. أشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.